Bestandteil. في اللينير في مثال بسيط اسمه
اكتر من دول، بس احنا هناخد سامبل من كل ايه؟ من كل كاتيجوري. طب كل واحد من دول، كل الجوريزم من دول محتاج اعرف عنه ايه؟ محتاج اعرف لكل الجوريزم، احنا بس عايزين نتعلم ازاي نعرف الايديا بتاعته، نبقى فاهمين الفكره بتاعته، ونعرف او الالجوريزم بتاعه كفكرته، ونعرف الفلوت شارت حاجه توصف الالجوريزم نفسه، او بنسميها حاجه اسمها بنسميها البيسيدو كود بتاعه. اشهر الالجوريزم في شكل ستيبس نقول عليه. اخر خطوه نعمل امبلمنتيشن. بأي بروجرام لانجوج. احنا قلنا اتفقنا هناخد الأقرب لغة ليك اللي أنت خدتها إيه؟ السي بلس بلس أو إيه؟ بروجرامينج لانجوج. يبقى دول الثلاثة ستيبس الأساسيين اللي احنا نعملهم على كل واحد من دول، وبالذات في أول ثلاثة دول. يمكن في الويك سول والهيب سول ممكن نعرف الفكرة والإيه والكود عنها. فتعرف أول نوع اللي هو البابل إيه؟ البابل سورت. وعمل ايه؟ كل عمل جاب اكبر رقم وحطه اخر مين؟
الكلام ده حلو لان هم جالوا، لان هم خلاص ارقام فسهل قوي ان عملية الصوت. لكن لو انا عندي 1000 رقم او 1000 باك جاي او وات ايفر العدد ايا كان، فده هياخد، فانت بتدي الكمبيوتر اصلا ستيبس يمشي عليها عشان ينبع عملية مين الصوت. اوكي، لان هو ما فيهوش عينين او ما بيبصش على الداتا، فيبتدي يقول اه ده الصفر اصغر رقم بنحطه، بعد كده الواحد والثلاثه والاربعه، لان الكلام ده انت بتبص بتشوفه عليه. لكن انت عايز تعمل اوتوميشن، فعايز تخلي الكمبيوتر يعمل الكلام ده كله. طبعا الكمبيوتر نفسه غبي، يعني ايه؟ هو ما بيعملش اللي البروجرامر بيطلب منه، صح؟ فانا بديله الستبس اللي يمشي عليها او اللوجز اللي يمشي عليها عشان يعمل ايه؟ يعمل الالجوريزم او يعمل التارجت او الاوبجكت اللي انا عايزه. فهو كده رد تاني رقم هيبني جديد. طب هل الصفر اكبر من ثلاثه؟ لا، هيسيبهم زي ما هم، صفر ثلاثه واحد اربعه سبعه، وبعد كده عيد تاني كارد الثلاثه والواحد يلاقيهم ايه؟ اه يبدل، يبقى هنا صفر واحد ثلاثه اربعه سبعه، ويبقى كده هو زق تاني اكبر رقم عمل الستيب الايه؟ الثالثه. طب في خطوه كمان، هل ممكن هي شكلها كده مترتبه لكن هو غبي، لازم يكمل يعيد تاني لغايه ما يخلص خالص فيرجع ايه؟ يكمل. هل الصفر رقم واحد؟ لا، بيفضل صفر واحد ثلاثه اربعه سبعه، يبقى كده ايه؟ زق تاني اكبر رقم ويجي الستيب رقم كام؟ رقم اربعه. فانت عندك الماكسيمم نمبر اوف ستيبس تساوي ايه من ناقص واحد؟ هم انا عندي كانوا عنده خمس ارقام، خمسه ناقص واحد في اربعه. طيب لو انا فكرت ان انا اريبريزنت الكلام ده كله، او خلاص احنا عرفنا فكره الايديا بتاع ايه؟ بتاع البابل سورت. لو انا عايز اعمل الفلوت شارت او اوصفه، احنا قلنا الفلوت شارت او السيت كود، الفلوت شارت هي وصف لمين؟ انتوا اكيد خدتوا اسمبلي، خدتوا مايكرو سيستم، صح؟ اكيد عملتوا فلوت شارت زي كده، صح؟ فبوصف نفس الفكره، هي زي حاجه زي الكود زي السي كود اللي انت بتكتبه بس من غير سنتكس. يعني ما يهمنيش السي كود، ما يهمنيش الفاريو اوميجا هرقمه هو انتجر ولا كاركتر ولا ضابط ولا فلوت ولا طب، ما يهمنيش يبقى اكتب كل حاجه بالظبط، يعني مش هكتب كود احطه على كومبايلر انفذه. طيب تعالى نشوف الفلوت شارت بتاع الكلام ده كله. أول حاجة هعملها هبدأ بداية الألجوريزم بستارت، وأول حاجة اليوزر هيدخل مين؟ الأري، معلش هي الفصل اللي بتتصل فين؟ فهو أنا هدخل الأري من زيرو لغاية من إكس أي، من أي يساوي زيرو لغاية إن ناقص واحد، اللي هو ترتيب مين؟ ترتيب اللي ايه؟ على حسب انا عايز ارتب ايه؟ من ان ان. طب لما اجي اوصف الالجوريزم ده، لما اجي الفلوت شارت اعملها ازاي؟ كل ما هناك بص على السيب واحد. اللي انت بتعمله في السيب الاولاني هو نفس اللي بتعمله في الثانيه، ونفس اللي بتعمله في الثالثه، ونفس اللي بتعمله في الرابعه. فاختار ستيب واحده، ستيب واحده بس واعملها. ماشي؟ ولو الستيب الاولاني اتحققت خلاص اعمل لوب وكرر نفس الكلام. فاحنا ببساطه بنبدا مين؟ الستيب الاولاني. من ستيب واحد. في الستيب الاولاني لو انت خدت بالك انت كنت بتعمل ايه؟ بتاخد كل رقم تكرر مع مين؟ اللي بعده. اللي بعده، ممكن حدش يكتب بس عشان خمسه. فكل مره بقارن الرقم مع بعض. بس هل اكس وزيرو اكبر من اكس؟ فالسؤال في الفلوت شارت كنا عامله ازاي؟ اللي هو شكل الديسيجن بوكس. محدش يكتب. شكل الديسيجن بوكس. فبقول له هل اكس اوف زيرو اكبر من اكس اوف واحد ولا لا؟ لو اكس اوف زيرو اكبر من اكس اوف واحد بعمل ايه؟ بعمل سواب. ببدل. باخد الاكس زيرو ابدله مع اكس اوف واحد. بعمل ايه؟ بعمل سواب. طب لو ما حصلش الكلام ده اعدي الخطوه دي. طب الخطوه دي اكررها كم مره؟
عداد احط الاي الاول بيساوي صفر، وكل مره بدل ما اقول اكس وزيرو ايه رايك ما اكتب اكس وواي؟ يعني ما وبدل ما اقول له اكس وواحد اقول ايه؟ اكس واي زائد واحد، وبدل اكس واي مع اكس واي زائد واحد. الثالثة كانت 2
وهكذا. مظبوط؟ يبقى أنا كل ما هنعمل بدل ما كلمة إن أنت بتكرر عدد مين يحدد لك عدد المرات اللي كررناها اللي هي الأي، صح؟ الأي دي بتقول إيه؟ قارن، هل الإكس في أي أكبر إكس في أي زائد واحد؟ لو إكس بدل وعيد تاني. هتلاقي كم مرة مين يحدد لك من الأي؟ ماشي؟ فكانت في أول خطوة كنت بكرر كم مرة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. فأنا هنا بدل ما أكتب إيه ناقص واحد بقول بكرر كم مرة؟ جي مرات. ماشي؟ يعني بحيث ان اول ستيب مين اللي يمثل ستيبس في الفلوت شارت ده؟ لو بصيت على المربع اللي انا كاتبه بالازرق ده يمثل مين؟ وان ستيب. انت هتكرر الستيبس دي كم مره؟ هتكررها كم مره؟ اربع مرات. فعشان كده استعملت لوب ثالثه خالص تعيد من اول اللي هي جي عشان تعيد من اول. كده ده وصف الفلوت شارت بتاع مين؟ بتاع الايه؟ الباور سورس. في مشكله؟ يبقى كده انا عرفنا ايه الفلوت شارت بتاعته. تعال نشوف بقى الامبلمنتيشن بتاعه ازاي اكتب الكود. ثواني بس. Thank you.
اللوب، ادي اللوب الاصليه، ده يمثل ستيب واحد اهو، ده وان ستيب، ده كده بيعمل وان ستيب. هتكرر الكلام ده كله اربع مرات. فانت في بالك الجي احنا الاول حاطينها بكام؟ المثال بتاعنا ده كان خمس ارقام اللي هو خمسه ناقص واحد اللي هي عدد الستبس، وكل مره بتنقص بكام؟ واحد. طالما الجي اكبر من الصفر يبقى انا ايه؟ يبقى انا كده عملت صوتي بس، يبقى دي تمثل وان ستيب. جربتها كل مره هتنفذ مره هتنقص الجي بواحد، وطالما الجي اكبر من الصفر ترجع لايه؟ بعد ما نخلص خالص انا بس عشان هي مش مفكرين مش هتبان مش هتبان لكم هكتبها هنا. بعد ما اخلص هطبع السوفت اري بقول له ايه؟ سي اوت ده سوفت اري والفور لوب فور اي يكوال 0 اي يكوال 5 اي بلس واحد اي سورتنج الاري ريتلايف واقفل مين؟ اقفل البروجرام كده. انا قفلت البروجرام وكالعاده انتوا عارفين بريد سي اوت دي بتعمل ايه؟ دي زي البريد اف اللي انتوا خدتوها زمان، فاكر خدتوها بريد اف ولا خدتوها ايه؟ دي اللي هتطبع على السكرين كلمه سورت اري ويطبع له الاري ايه؟ يطبع ايمنت وينزل سطر، يطبع كل ايمنت وينزل سطر. طبعا السي اوت دي كفانكشن ليها موجوده في اللايبرز اللي هي حاجه بنكتبها زمان لو انتوا فاكرين هاش انكلود اي او ستريم دوت اتش او كنت بتكتب اي او ستريم بتكتب يوزنج نيم سبيس. فده يمثل مين؟ الامبلمنتيشن بتاع مين؟ بتاع البابل سورس. احنا كده خلصنا ايه؟ هنا بقى الاي اقل من الجي عشان كل مره الايه؟ في اول ستيب هكرر اربع مرات، المره الثانيه هكرر ثلاثه، المره الجايه اثنين، واحد طب السؤال ده بقى طبعا انا لو السواب ده يعمله ازاي؟ ازاي يعمل سواب؟ ازاي يبقى عندي رقمين واعمل سواب ما بينهم؟ ده حاجه في النص قصدي يعني انا كل مره عندي اكس اوف اي عايز ابدلها مع اكس اوف اي بلس واي لو اتحقق الشرط ده. فلو فرض ان الاكس اوف اي في 7 وده في 4 لو انت خدت الاكس اوف اي كتبته في اكس اوف اي زائد 1 انت عملت ايه؟ ضيعت الاربعه. ولو بدلت الاربعه للعكس ففي العاده بنجيب حاجه وسط في السكه اخد الاكس اوف اي احطه هنا في اول ستيب وانا كده كسبت مين؟ السبعه عندي كوين منها اروح واخد اكس اوف اي زائد واحد ثاني خطوه اخزنها في اكس اوف اي بعدها اربعه وبعد كده الستيب الاخيره اخد دي بعدها السبعه. احنا عملت سبوت ايه؟ فهنا ببساطه كل اللي انا عملته ان انا هعرف الفاريبل اسمه تي مؤقتا هشيل كلمه السواب دي وعملها بنفس الترتيب هاخد اللي في اكس اوف ار احطه يبقى هو في تي وبعد كده اخد اللي في اكس اوف ار زائد واحد احطه في الاكس اوف ار وبعد كده اخد اللي في تي احطه في الاكس اوف ار هتمشي ازاي؟ يعني اعمل موديل ليه؟ وبعد كده اعمل الروت شورت بتاعه بحيث ان
توصفه وبعد كده تعمل الامبلمنتيشن بتاعه. هي الفلوس هي ايه؟ يعني انت لو قررت تعمل بين مانفورد او اكسترا كنوع من انواع الادوسمنت شورت سباس ولا مانزمان كري، تعمل نفس الفكره. تعرف الفكره الاول تمشيها في ستيبس الاول، عارف الايديا بتاعتها، وبعد كده تعمل ايه؟ تعمل الفوت شوب بقى الالجوريزم، وبعد كده تعمل دول كام رقم؟ خمسة. سهل قوي ان انا اجيب اي الجوريزم او اي طريقه تجيب يركز الارقام دي. طب لو كان عدد الارقام اكتر من كده ايه اللي هيحصل؟ كان هياخد ستيبس اعلى. فنفترض ان انا مثلا عندي 4000 رقم، محتاج كام خطوه عشان اركز الارقام دي؟ كام خطوه؟ 3999 خطوه، صح؟ لانه عدد مرات اللي انا محتاج اركز فيها الارقام دي كلها هي عدد الارقام مقصوعين. فلو انا عندي دفعه زي دفعه التجاره، كليه التجاره بتخش الجامعه يعني. عدد لو انا عايز ارتب الدفعه دي كلها، اشوف مين الاول ومين الاول، ارتب من الاول لاخير. فهاخد كام خطوه؟ الدفعه لو فيها 8000 بيخشوا الالفات اللي بتخش دول، فعد 8000 ناقص 1 يعني 7950 واحد. فشوف هتاخد كام خطوه عشان تعمل الشورتنج للجداد في نفسك. فجم قالوا ايه؟ هل شرط ان الداتا تاخد او الالجوريزم يستنى كل الستيبس دي كلها عشان يعمل عشان يشورت الداتا؟ مش كان من ممكن يعني مثلا في كيس هنا الستيب الاخيره دي كان ليها لازمه؟ مش هي كانت ترتبت اوريدي؟ ايه اللي يخليه يكرر تاني؟ طب ده في مثال زي ده، افرض ان انا عندي داتا محتاجه اول خطوتين بس عشان ترتب والباقي كله ترتبت، ايه اللي يخليه يكمل كل الاسيس كلها؟ يبقى لازم تعمل تشيك. قول لي هتعمل تشيك ازاي؟ يعني افترض مثلا لو عندي سورت ولا لا؟ لو انا عملت سورتنج للداتا دي بالدبل سورت، قول لي كام خطوه هيعملها؟ كده كده هيعمل اربع خطوات، يعني هيعمل كل الخطوات كلها كامله، يعني يعمل اربعه ويعمل ثلاثه ويعمل اثنين ويعمل واحد. قول لي ازاي اعرف مين في الترتيب؟ اثبت اجيب الرقم في النص واعمل شيء ثاني. ثلاثة ده خمسة ده سبعة ده تسعة رقم الكورت خد كله على نفسك. هو وين خمسة لو انا عملت بالست قول لي ايه مثلا انا عملت اول ست دي كل عمليه صوره يا دكتور؟ ها اول خطوه كنت عملت السواد بعد ده اول خطوه ايه؟ كل عمليه السواد. اه مفيش هل حصل سواد هنا؟ يعني هل فكرت الواحد والثلاثه؟ لا ان الواحد اكبر من الثلاثه؟ ما عملش حاجه ما بدلش. هل بدل مفرد بالشكل ده؟ هل بدل؟ انا بدل؟ انا ما بدلش. كل مره كل ستيب واحد مثلا لا، ثلاثة اربعه خمسه لا، خمسه كل سبعه لا، سبعه كل تسعه لا، ولا مره ايه؟ ولا مره ايه؟ ولا مره بدل. طالما ولا مرة بدل يبقى ساعتها ايه؟ يبقى هي اوريدي صورت. طبعا الكلام ده مش شرط يبقى في الاستيب الايه؟ مش الكلام ده مش شرط يبقى في الاستيب الاولانيه. صح؟ الكلام ده ممكن ايه يتحقق في الاستيب الثانيه او الثالثه. فبالتالي لو اتحققت في اول ستيب
اسي كده انا مفترض لو جرب اسيوم لا انا
الاول ان هي مجرد اسانش ان هي صوت. فما جاء دخل جوه الريك وابتدى يقارن الرقم مع اللي بعده لقى ايه؟ لقى ان الرقم مثلا مثال احنا عاوزين اول واحد ده لقى ان السبعه اربعه يعرف ان ايه؟ مش متبدله. فيروح عامل ايه؟ مغير لف يبقى ده كان كتير وبقى بقى انا كده عرفت ان هي مش متبدله. يبقى ايه؟ لف يعيد يعمل ستيب جديده. يسال نفسه سؤال اكرر ولا ما اكررش؟ يكرر بناء على كنت اف. فلو اف واحد اعرف ان هي مش مترتبه هيروح عايز يعمل له ستيب كمان مره. يجي بقى اترتبت خلاص زي المثال اللي هناك ده. هيجي في المثال الاخير في السبوره الثالثه اللي هناك دي هتلاقي ان ولا مره السؤال ده هيتحقق صح؟ فهو عمره ما يحط الاف بكام؟ 1 يبقى على طول الاف بكام؟ يزيد. يجي يسال نفس السؤال اعيد ولا ما اعيدش؟ لا ما اعيدش يبقى كده خلاص. دي بس عمليه الاوبتمايزيشن عشان يسرع مين؟ طيب السؤال هنا انا قلت الكومبلكس ان سكوير على اي اساس؟ يعني انا هناخد بعد كده ازاي تحسبها بالظبط؟ حد يقدر يقول لي جت ان سكوير منين؟ ايه السبب؟ هي الاريه دي طولها كام؟ افترض ان الاكس دي الخمسه دي ان خدت الخطوات اللوب دي لوحدها بتاخد ان من الخطوات على حسب لو كانت الاكس الخمسه ماشيها هتبقى بدايتها باربعه او ان ناقص واحد فدي هتاخد ان من الخطوات من صفر ان ناقص واحد. طب واللوب اللي بره دي اسوء الظروف اسوء الظروف الاري بترتب ايه قدام؟ اسوء الظروف بعد ما ياخد كل الخطوات صح انا محتاج كام خطوه؟ ان ناقص واحد صح؟ ما ليه ان ناقص واحد؟ واللو اللي في اللوب دي محتاجه الخطوات كم خطوه؟ ان ناقص واحد اسوء ظروف محتاجه ان ناقص واحد يبقى ان ناقص واحد ان ناقص واحد ان ناقص واحد سكوير صح؟ الواد ده طبعا لو ايه قيمتها كبيره فالواد ده مش هيعمل معاك حاجه عشان كده بنقول الكومبلكس بتاعته ان سكوير فعشان كده قدام سؤال عادي لو لوب لو نسيت اللوب تعرف ان الكومبلكس هتقول في الاخر يقول ايه؟ فده اول ايه؟ اول ايه؟ اول صوت في الدرس. مشكلة؟ بس
شويه فاضيين ماشي. اكبر رقم فيها كام؟ اربعه. يبقى هيطلع يبقى هنا السبعه الى الاربعه. يروح ببدلها مع اخر واحد يروح نزل الاربعه هنا السبعه جمعين ويبقى ده واحد ثلاثة صفر. ويجي بعد كده يدور على مين؟ على تالت اكبر رقم ثلاثة يبدله مع الصفر يبقى هنا فعلي ثلاثة أربعة سبعة وهنا ده الصفر ده الصفر وده واحد يبقى ده اللي فاضل لي ماشي. وبعد كده طلع اكبر رقم اللي هو الواحد ويبدله يبقى فاضل له مين؟ يبقى هنا اهو الواحد والثلاثه والاربعه والسبعه ويبقى ده ايه؟ رقم صفر. وتبقى هي دي الصورة الأخيرة ماشي؟ طيب نفس يعني الفكرة بتاعته إن هو كل مرة خلق بيسيرش الاري كلها دور على اكبر رقم يبدله مع اكبر واحد يبقى حاطه في اخر خانه وبعد كده دور على ثاني اكبر رقم حاطه في ثاني خانه ثالث اكبر رقم واكبر لغايه ما ايه اخر واحد. نفس الطريقه هنعمل الفلو شارت كالعاده هندخل الاري لغايه اخر خانه، الخانه دي رقم اربعه. في تاني مره انا هدور
جي. ففي الاول هعمل فاريبل هنا هسميه جي. قيمه الجي دي اللي هي ان ناقص واحد. في الاول. انا بقول هعيد الكلام ده كله. هعيد الراجل ده. ها؟ انا هريد الكلام ده كله كم مره؟ انا ماشي هسمي دي اكس اوف ار ودي اكس اوف ار ودي ار وكل مره انا بقارن الرقم ده مع ده وبعد كده المكسب هقارنه مع الاكس اوف ب وبعد كده اكس اوف 3 كل مره هزود الار واحد صح؟ كل مرة أنا كل مرة بقارن مع الأرقام بقارن مرة إكس واحد مع إكس كيو إكس اتنين إكس إكس واحد مع الماكسيموم وإكس اتنين مع الماكسيموم وإكس تلاتة مع الماكسيموم وإكس أربعة مع الماكسيموم صح؟ يعني كل مرة بقول إكس أوف أي مع الماكسيموم إكس إكس واحد مع الماكسيموم إكس اتنين مع الماكسيموم إكس تلاتة كل مرة بزود الأي بجام واحد وأعيد أعيد كم مرة؟ يعني كل مرة بكرر السؤال ده عدد مرات معين مرات، إيه هي عدد ده؟ طالما هعيد طالما الآي أقل من الجي، إيه هي الجي؟ في المثال بتاعنا أنا في أول مرة هقارن لغاية رقم كام؟ رقم أربعة، يعني في أول مرة هقارن لغاية أربعة، صح؟ المرة الثانية يبقى كده أنا خلصت مين؟ أول ستيب صح خلاص؟ مش أنا بعد ما أخلص المقارنات دي كلها أروح أعمل إيه؟ بعد كده بعمل إيه؟ تعالى نعمل ستيب واحدة بس. بعد ما أخلص خالص هعمل إيه؟ هعمل سؤال صح؟ مجرد أنا خلصت عرفت إن الرقم الكبير أبدل مين؟ أبدل إكس أوف مين؟ اللي هو بتاع الريل ماكسيموم إندكس أبدله مع مين؟ مع آخر رقم، آخر رقم كان مين؟ المثال بتاعنا ده ببدل السبعة مع آخر واحد فحط واحد فوق السبعة تحت يبقى بدل مع مين؟ إكس أوف زي أوف أربعة آخر واحد صح؟ ما هو في المثال بتاعنا الأولاني ده إكس أوف إندكس زي يمثل مين؟ مش ده رقم كبير؟ مش أنت بتاخد الماكسيمم والإندكس بتاعه؟ فأنت بتبدل الإكس أوف إندكس مع إكس أوف أربعة، ده في مين؟ في أول مين؟ أول ستيب. في الستيب الثانية هتعمل إيه؟ هتعيد الكلام ده يعني هترجع تعيد الكلام ده تاني. صح؟ صح كده؟ بس يوم ما هتعمل سيرش، هل هتعمل سيرش لغايه اربعه؟ ولا هتعمل سيرش لغايه مين؟ ها؟ يبقى انت كل مره بعد ما بتخلص تنقص مين؟ الجي بواحد، صح؟ عشان اللفه اللي بعديها طبعا لو مش كافيه انتوا بتعملوا ايه في الفلوس شارت لو مش كافيه مش صح؟ أعمل إكس وأطلع كمان. أعمل إكس وأطلع إكس. أنا Thank you.
اخترج رقم اربعه لغايه ما اوصل لاخر مين؟ اخر واحد مين؟ رقم اربعه. المره الثانيه عشان كده عملت الجي، الجي في الاول قيمتها بكام؟ في المثال بتاعنا ان ناقص واحد، وفي الحاله الثانيه كانت الجي الاول بكام؟ باربعه. لان انا هدور على الماكسيموم لغايه اخر رقم اللي هو الفتره رقم اربعه، اللي هي كانت الاول بكام؟ ان ناقص واحد. صح؟ طب الستيب الثانيه هقارن لغايه مين؟ لغايه ما اوصل للجي بتاعي. فعشان كده كل مره كنت بنقص الجي بكام؟ بواحد. بس عدد مرات المقارنات هيبقى ايه؟ من اي لغايه اي اقل من كام؟ من جي. صح؟ انا هديها على تحت جي. اوكي؟ وانس ان انا خلصت كده يبقى كده انا خلصت السورتنج اطبع على الري وهي ايه؟ نفترض ان انت عايز ترتب اي لسته من النمبرز مش لازم تزيد الارقام الاولى، فهتخلي اليوزر يدخل لك مين؟ الليست الاول، يدخل لك لسته من النمبرز. فانا عارف الري اكس 5 وعارف كل الفاريبل اللي انا محتاجها، محتاج الاي والجي والماكسيمم والاندكس. طبعا انا فرضت كل الارقام ايه؟ كلهم انتجر. لو الارقام دي فيها فراكشنز او فلوتنج او ريل نمبرز كنت غيرت الايه؟ نوع الداتا تايبس والتي دي عشان اعمل سويتش. ففي الاول خالص هتخلي اليوزر يدخل لك مين؟ ليست النمبرز اللي هو ايه؟ اللي هو عايز يعملها سورتنج. هتقول له سي اوت ليس انتر ذا نمبرز او فايف نمبرز وتقول فعشان يدخل element element في سي بلس بلس ما بيجي يدخل امر يدخل اسمه سي ان. فبتدخل element باي element فبتدخلها باللوبس، يعني ما ينفعش تدخل array، مش اه بس بتدخل array فبتقول له 4 i equal 0 i الثاني 5 i بلس بلس. ها؟ السؤال ده انا هجاوبه المره اللي فاتت. انا هجاوبه المره اللي فاتت. نرجع بقى حتى لو قلت فاكرين الامبلمنتيشن باي لغه برمجه اي مكان مش دايما سي بلس بلس.
الدرجه مش سي بلس بلس. انا قلتها شويه مش عشان شعب الامبلمنتيشن بقى سي بلس بلس تاني. طيب هعمل بقى ايه؟ همشي مع الفلوت شارت الموجود. اول حاجه انا باخد اول ايلمنت يبقى هو مين؟ هو الماكسيمم. فبقول ان الماكسيمم هو اكس وزيرو. وباخد الزيرو ده على انه ايه؟ هو ده الانفرس بتاعي. وبعد كده ابتدي